السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة مع بعض درس ازاي تزود مساحة الكرسي سي عندك بدون فورمات للجهاز بتاعك. الطريقة بسيطة وسهلة جدا، كل اللي عليك انك تركز معايا في الفيديو. في الشرح ده انا عندي مساحة فاضية في البارتيشن اي والسي خلاص قرب يتملى، فانا هنقل المساحة الفاضية من البارتيشن اي للسي. تمام كده؟ فاول حاجة هسيب لك رابط تحت الفيديو، بعد ما تنزل الرابط ده هو برنامج اللي هو بارتيشن ماستر اللي هو الاصدار الفيرجن بتاعه 13.5 ده، او اي فيرجن عندك مفيش مشكلة. تصيب البرنامج سهل جدا، هتضغط على العلامة دي بعد ما تفك الضغط عن البرنامج وتتك يس والتصيب، بتختار بلغة وتتك اوكي وبتتك نيكست 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 نيكست. بس عشان انا مشغل البرنامج مش هتعمل التصيب، مش محتاج شرح. كل اللي عليك انها تضغط نيكست 3 أو 4 مرات وهيفتح معاك البرنامج مباشرة، وهتلاقيه أول ما سطبته هتلاقيه بالشكل ده. أول ما تضغط كلمة ستارت هيجي لك هنا البرنامج، هتفتح البرنامج. واجهة البرنامج بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني هحاول أقفل البرنامج وأفتح البرنامج معاكم من جديد. البرنامج بيفتح معاك بالشكل ده. هنا السيستم ريسيفر دي بتجيبك، يعني مع دي اللي هو الملف اللي موجود فيه السيستم، والاكتيف والبرايمري دي تسيبك منه ما تعملش فيه حاجه. وهنا السي اللي يمنا اللي موجود فيه البوت، وهنا الاي اللي احنا هننقل منه المساحه للسي، يعني هننقل المساحه من البارتيشن اي للبارتيشن سي. فهتيجي هنا للبارتيشن اللي انت عايز تنقل منه المساحة وتشوف موقعه فين بالنسبة للسي. انا عايز انقل من ده لده، فده جاي دلوقتي عندي بعد ده. يعني انا دلوقتي لو عايز يعني لو عايز انقل من ده لده، هي على اللي انا عايز انقل منه وهيضغط عليه تريك يمين، وهتيجي هنا على ريسايز. لو انت عايز تنقل للي قبله، فانت عايز تنقل للسي، يبقى هتسحب من هنا كده المساحة اللي انت عايزها. عايز تنقل لبارتيشن بعده، يبقى هتسحب من هنا كده لبارتيشن بعده. طيب انا دلوقتي سحبت، يعني سحبت المساحة اللي قدامكم دي واتكيت اوكي، فهتيجي هنا دلوقتي المساحة اللي انا سحبتها بعد الاي، حاجة اخدها في السي. لو جيت اخدها في السي مش هلاقي ان هي بتتاخد معايا في السي، هلاقي ان السي هنا كامل وهي بعيد عنه مش هعرف اخدها. تمام؟ فعشان اخد المساحة للسي، انا بس بفهمك ازاي البرنامج بيعمل، هاجي هنا للاي اللي انا عايز اخد منه المساحة ونعمل ريسايز، وهرحل بقى كده المساحة اللي انا عايزها. وليكن مثلا انا هخلي البارتيشن ده 600 جيجا، ده مساحة البارتيشن، هخليها مثلا 600 جيجا زي ما انتوا شايفين كده. تمام؟ واداني المساحة اللي فاضلة من هنا. تمام؟ فانا الاول بس ماشي، تمام، هعمل ريسايز واجي على الاي زي ما قلت لك، وهخلي المساحة دي هسحبها لحد 600 مثلا او 601 مش هتفرق كده. جاب لي المساحة جنب السي، فلو مديت السي كده هياخد المساحة دي معايا، واتكيت اوكي. هاجي بقى على السي اللي انا عايز اكبره، وهعمل له برضو تريك يمين ريسايز، وهسحب بقى لحد الاخر كده، هلاقي عندي بقى 96 او زي ما انت حابب تاخد من البارتيشن ده للبارتيشن ده، وتتك اوكي. كده السي معانا ومن غير اي ملفات فقدناها. الملفات اللي هي اللي باللون الازرق ده، دي الملفات موجودة على الاي زي ما هي. والسي زي ما انتوا شايفين المساحة بتاعته بقت 96 جيجا. بتخلص احنا هنا عملنا امرين، تلاقي تحت الامرين بتوعك. اول امر احنا عملنا الريسايز للبارتيشن اي وخدنا منه مساحة، تاني امر عملنا ريسايز للبارتيشن سي وخدنا منه مساحة. وتأكد من هنا من الاوامر اللي انت عملتها كويس عشان ما تعملش اوامر زيادة. عشان تطبق اللي انت عملته ده بتتك على الخطوة دي، وبيوضح لك هنا بيقول لك ان الاي كان 649 بقى 601، والسي كان 48 جيجا بقى 96. انت موافق على الكلام ده؟ هقول له ابلاي، وهيبدأ البرنامج يشتغل. بس هنا بيقول لك راستر الجهاز، وهو هيشتغل، وانت هو هيراستر الجهاز وهيشتغل لوحده. تمام؟ انت تتك كيس وكده يشتغل معاك، وتلاقي المساحة اتغيرت من غير فورمات ومن غير اي حاجة. كل اللي عليك انها تتك كيس بس. طبعا مش هينفع اسجل الموضوع ده. فالى هنا يكون انتهى الشرح بتاعنا. لو عجب الشرح واستفدت منه اشترك في القناة واضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.